تتم الوظائف. الشهادة التقديرية الثالثة للسيد حارس العام الهلالي محمد، استقدم السي نائب الرئيس لجمعية تحقيق يتيم والضعيف مراد قشة. الشهادة التقديرية الرابعة أتقدم السي حكيم هرموم المستشار لجمعية تحقيق يتيم والضعيف السيد العقاد محمد. تعالى للسيد، لقد كانت يده كبيرة مع جمعية تحقيق يتيم والضعيف، لقد قدم لها كثير من يد المساعدة في هذا المستشفى الحصيني. إلا الشهادة التقديرية الثالثة تقدم السيد الرئيس محمد بو العماد السيد عادل كوشي. الشهادة الموالية إن شاء الله تبارك وتعالى لفاعل جمعوي داخل المشفى الحسني وخارج المشفى الحسني للسيد نجيم أزوار، يتقدم مشكورا إن شاء الله تبارك وتعالى. السي سامير أستقدم إن شاء الله. السيدة الموالية إن شاء الله تبارك وتعالى لأمرأة لقد كانت لها مسيرة كبيرة مع الجمعية التحقيقية يتيم والضعيف داخل المستشفى وخارج المستشفى الحسني، والله العظيم حقيقة تقال إمرأة حديدية ولله الحمد. السيدة فوزية الداوي تتقدم مشكورة إن شاء الله. الموالية لشابة أو امرأة قد كانت لها مجهودات كبيرة في مع جمعية تحقيق يتيم والضعيف في هذا المستشفى، السيدة سهام الناصيري تفضل مشكورة إن شاء الله. السيدة فاطمة غراب كان لها يد كثيرة مع الرئيس جمعية تحقيق يتيم والضعيف. زياني تتفضل مشكورة. السي حكيم هرموم المستشار ديالي. كذلك نرجو الشهادة التقديرية الموالية للسيدة بشرى مداح مرقة ثالث إن شاء الله تتفضل مشكورا. سي محمد سيقدم الشهادة التقديرية. سي حكيم هرموم إن شاء الله. تفضل مشكورا. الشهادة التقديرية يتقدم نائب الرئيس محمد مراد قشوحي يتفضل مشكورا. يتقدم السيدة سعيدة وظاف تتفضل مشكورا. للسيدة جيهان حجي تتفضل مشكورا. السي عثمان بوعبد جمعية تحقيق يتيم والضعيف كذلك تجيش الجائزة للغرفة خاصة الممرضات الكثيرين داخل الغرفة تقسم التلفزيون بلازما تقدر ان شاء الله كاسم جمعية تحقيق يتيم والضعيف داخل تلفاز الشاشة.
هذا تسامحوا لينا نمشي الحضور طوال كاع هي ينسب على قدرة الاستطاعة ينسب ولكن هو سيتو الحضور يظن غادي يحضروا الناس اخرين ما عارفينش ولكن ان شاء الله فيما بعد كاين تكريمات بزاف للمشفى الحسني ونحسبوا عليهم واحد واحد ان شاء الله باذن الله سبحانه تبارك وتعالى المجورة إن شاء الله نتاع السيفي غادي تقدم ليها جهادية.